كابتن محمود الخطيب من الناس اللي انا بحبها على المستوى الشخصي. كابتن لما قعدت جوه النادي الاهلي 19 سنين انا جيت على الناس بغدويه يعني انا جيت هنا، كان هو دايما بيحتضنني، كان هو دايما اللي بيجدد لي عقد لما بتلاقي فيها اي حاجه خالص على طول ياخدني يضحك عليا بشويه جمبري ويجدد لي عقدي. بس يعني كنت احب اتدلع شويه عشان اقعد مع الكابتن محمود الخطيب وكده، لان طبعا حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. بقول له ربنا يوفقك وتبقى الفتره بتاعتك دي كلها بطولات وتستمر في الانجازات عشان خاطر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، اللي هو بوجه له بقى الرساله الاخيره جمهور النادي الاهلي. احنا متعودين معاك ودايما ان انتوا بتبقوا في قبل ظهر. بس ما توجه رساله للجمهور الاهلي، خلينا في الكابتن محمود الخطيب. الكابتن خطيب ساعتها او الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها كان دايما لما بيكلمك كان يقول لك ايه؟ يعني دايما لما كان بيبقى فيه تجديد للعقد، معلش الناس بتحب تعرف الحاجات دي يا بركات. كابتن محمود الخطيب لما كان بيتكلم يعني كان بيتدخل امتى؟ او انت كنت بتبقى بتدلع شويه؟ بس كابتن محمود عشان الناس بس تبقى فاهمه الليله ماشيه ازاي، يعني ان انت بتيجي بتقعد تتفق معاه، بيجي يقول لك ايه؟ احنا عايزينك يا ابني. الناس كلمه يا ابني، خلي بالك بقى، يا ابني يعني لازم يا ابني. يا ابني يا ابني احنا يا ابني احنا عايزينك، الجمهور بيحبك، احنا متمسكين بيك ومش حابين ان انت تمشي ولا تروح اي مكان، وانت حد يحسسك بقيمتك كمان في الفرقه. وانت يا ابني ايه رايك؟ فانت طبعا لما بتسمع الكلام دوت وانت بتتكلم في النادي الاهلي، يعني فاهم انت النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيقول لك احنا عايزينك، فانت عايز ايه بقى من الدنيا اكتر من كده؟ فخلاص تمام يا كابتن، انا معاكم يا كابتن. احنا انت طب عايز ايه؟ خلاص يا كابتن، شايفين كذا 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 كذا، خلاص انتهى الموضوع. بتتفق يعني بتتفق خلاص طبعا، على واتفق على مبلغ وكل حاجه، تطلع العقود تتمضي على بياض وشكرا وخلاص. وهم بقى خلاص، هم انتقلوا، هم قعدوا معاك واتفقوا على كذا، وينزلوا خلاص الموضوع انتهى، بيخشوا بقى بيملوا العقود وبعد كده بتتختم وبتاع وكلام من ده. وهو خد بالك من ضمن الحاجات يا اسلام اللي انا دايما ببقى معلش بركات، واحنا قاعدين بنتفرج طبعا. ده كان النهارده كابتن محمود الخطيب في تمرين الفريق، وطبعا قبل مباراه السوبر يعني. خد بالك صدق، انت جبت الصوره وانا كنت بقول لك ايه اللي بيعجبني. يعني بص انا كنت لسه بكلمك بقى في النقطه دي. انا قعدت جوه النادي 19 سنين اللي اقول لك عليهم دولت، شفت الكابتن خطيب والكابتن حسن حمدي كام؟ وكان ساعتها الكابتن حسن حمدي مرتين ثلاثه شفتهم كام مره؟ ما بيتدخلوش، ما بيجوش يعملوا لودة على اللعيبه، بيسيبوا المدرب يشتغل ويجي يحاسبه في اخر السنه. بس هو يجي امتى؟ اما يحس ان في ماتش مهم، بالظبط ماتش على بطوله، فيجي يبقى في ظهرك، يقول لك انا في ظهرك، الفرقه نتائجها وحشه ماتشين ثلاثه، فحاسين ان الفرقه عايزه زقه، فيطلعوا ويتكلموا الصوره دي برضو تلاتة. بركات النهارده مهمه جدا. ده مؤمن خطيب مع مؤمن. مؤمن خلي بالك، احنا النادي الاهلي بقاله شهرين، انا حتى قلت يا جماعه لازم تقولوا ان احنا بقالنا شهرين النادي الاهلي، مش عشان حاجه، مؤمن يستحق مننا اكتر من كده بركات طبعا. لكن هو احنا بقى النادي الاهلي واخد قرار من شهرين، فطلعت الناس بعض الناس يعني تزايد على ان ايه، ان مؤمن كذا واحنا بنساعده. بس الغلط ايه؟ عشان غلط من الاول ما كانش فيه الكلام دوت. لا كان معمول يعني، لا قصدي من الاول يوم. ما كانش بيتعلن عن الكلام دوت. ما كانش بيتعلن يعني، يعني انا سعد امتى حصل؟ انا سعد اما جالي قال لي الموضوع ده من بقاله شهرين بالزبط. والنادي الاهلي كلنا في ظهره. ده انا عارف ان انا بطلع الكلام ده المفروض انا اللي اقوله عشان مؤمن يعني، فاهم يعني سعد. فهو سعد حتى حكى لي فقلت له بس يا سعد خلي بالك، في بعض الناس زي ما انت بتوصف نفس اللي انت بتقوله دلوقتي، قلت له بعض الناس مش واصل لها الصوره كامله وكده. فيعني يعني منتهى بصراحه النهارده حاجه جميله جدا، يعني اللي انت تشوف كده وتشوف يعني. وبعدين يعني معلش اصل ده حصل معاك وحصل معايا وحصل مع الكره يا اسلام. انت بتلعب جيلبرتو، فاكر جيلبرتو؟ طب هو في اكتر من قعدت ايه؟ قعدت ايه؟ سنه ونص صح تقريبا. وسنتين كمان. وكان موجود ولا ما كانش موجود؟ وكانت الاصابه دي مستحقاته ولا ما كانش؟ وكانت الاصابه سبب في ان هو بطل كمان، ان هو حتى لما كان بيرجع هو مش حاسس ان هو مش كويس، حاسس ان هي مش مظبوطه في مزبوط. حاجه ما يعني. بس خد بالك الاصابات ديت بتبقى صعبه قوي. ايوه اصل خلي بالك ما كناش، هو كان النادي الاهلي بيعلن عن كده ساعتها؟ لا انا بقول لك الاجيال اتغيرت. الاجيال اتغيرت عموما. نجم بص للكاميرا ووجه كلمه لجمهور النادي الاهلي.